طبعا بالتزامن، أو هذه الكلمة تأتي بعد دقائق من إعلان كتائب القسام استهدافها تل أبيب برشقة صاروخية. بالتزامن مع ذلك نقلت مراسلتنا في القدس كذلك دوي صفارات الإنذار في تل أبيب. تنضم إلي زميلة كريستين ريناوي الآن. كريستين، يعني صفي لنا المشهد، وقد رصدت منذ لحظات على ما يبدو دوي صفارات الإنذار. دوي صفارات الإنذار في تل أبيب في مركز إسرائيل وحتى في محيط مطار اللد بن غوريون، وأنباء عن اعتراض 3 صواريخ، أجبرت القبة الحديدية على أن تشغل من أجل اعتراض 3 صواريخ على الأقل. وهذه الاعتراضات تأتي بعد رشقة صاروخية من قطاع غزة حتى تل أبيب في اليوم 9 من هذه الحرب. زاهر، هذه ليست صافرات الإنذار الوحيدة، منذ صباح هذا اليوم عدة مرات دوت صافرات الإنذار، وكان هنالك أضرار بفعل هذه الصافرات والرشقات الصاروخية التي أطلقت خلال ساعات الصباح. أصيب منزل في شديروت إصابة مباشرة، وسقوط الصاروخ أدى إلى حريق في بهو أحد المنازل في شديروت. أيضا في عسقلان كان هنالك قبل نحو ساعة من الآن سجل إصابتان مباشرتان في مبان في عسقلان، نتحدث عن منطقة جنوب إسرائيل. وبحسب بلدية عسقلان أن أكثر من 1040 صاروخا أطلقوا نحو عسقلان منذ بداية هذه الحرب، وأن على الأقل هنالك 200 صاروخ نجحوا بالوصول إلى أرض عسقلان، وفشلت القبة الحديدية باعتراض نحو 200 صاروخ فقط نحو عسقلان. نتحدث عن استمرار للقصف الصاروخي الفلسطيني تزامن مع العدوان المتواصل على غزة في إسرائيل. كان هنالك هذا اليوم زاهر اجتماع لحكومة الطوارئ التي شكلت تزامنا مع إعلان إسرائيل أنها في حالة حرب منذ 7 أكتوبر. هذه الحكومة اجتمعت، وبضبط الحال الحرب هي الطاغية، وتمت المصادقة على أكثر من مجال أبرزها قضية ضرورة إلزام أعضاء الحكومة بعدم تسريب ما يجري عنها. هنالك استياء إسرائيلي تحديدا من بنيامين نتنياهو من تسريب المحادثات التي تجري، خاصة أيضا ما جرى ليس فقط في اجتماعات الحكومة، هذا الاجتماع لحكومة الطوارئ الخاصة بالحرب كان الأول هذا اليوم، ولكن الليلة الماضية كان هنالك اجتماع للكابينت الحربي مجلس الحرب، وسرب عنه بعض المواضيع أبرزها أن هنالك إجماع في إسرائيل على ضرورة أن تجري إسرائيل مناورة برية وتوغل بري، ولكن الاختلاف هو حول عمق هذه المناورة البرية. وأيضا كان هنالك تسريب أن بعض الأصوات في الكابينة الحربي تشير إلى أن استمرار القصف وخروج صور تظهر استهداف المدنيين سوف يضر بحالة الشرعية الدولية التي تدعي إسرائيل أنها معها في إطار الحرب والعملية العسكرية التي تشنها ضد قطاع غزة والتي أسمتها السيوف الحديدية. وأيضا هنالك أصوات تقول أن استهداف المدنيين بشكل مباشر سوف يؤثر. هذه الصور لاستهداف تل أبيب، هذه الصور التي سجلت قبل قليل فقط لاستهداف تل أبيب ودوي صفارات الإنذار فيها بعد رشقة صاروخية خرجت من قطاع غزة. قالت كتائب القسام بأنها استهدفت تل أبيب ردا على المجازر بحق المدنيين كما قالت تل أبيب. كما قالت كتاب القسام زاهر أن هذا القصف الصاروخي هو ضد استهداف المدنيين المتواصل في قطاع غزة. وأيضا أصوات في المجلس الحربي تقول أن استمرار استهداف المدنيين هو سوف يؤثر على احتمالية وجود صفقة لضمان إعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين. كان هنالك أيضا هذا اليوم اجتماع هو الأول من نوعه ما بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وما بين ممثلي عائلات الأسرى الإسرائيليين والمفقودين الذين طلبوه بالعمل الفوري على
إعادة الأسرى والمفقودين. وأذكر أن بالأمس والليلة الماضية خلال ساعات النهار خلال ساعات الليل تزامنا مع اجتماع الكابينت في مقر وزارة الأمن في الكرياب بتل أبيب، أيضا كان هناك تظاهرة مطالبة بالعمل على إعادة الأسرى الإسرائيليين، وحتى أن يكون هنالك ممرات من أجل إدخال لهم الماء والغذاء والدواء مع ورود الأخبار عن حالة الحصار المطبق التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة في إطار حربه على القطاع والانتقام من عملية طوفان الأقصى. عدة زيارات ميدانية وجولات ميدانية متأخرة يجريها مسؤولون إسرائيليون. بالأمس بنيامين نتنياهو وصل إلى غلاف غزة، كيبوتسات ومواقع غلاف غزة، وذلك بعد أسبوع من عملية طوفان الأقصى. اليوم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ أيضا أجرى جولة في منطقة غلاف غزة، أيضا وزراء عديدون أجروا جولات في عسقلان. مثلا أجرى وزير الخارجية إلي كوهن مع نظيرته الفرنسية جولة هناك وعلى مستشفى على مستشفيات عسقلان لتفقد الأضرار الناجمة عن القصف الصاروخي الفلسطيني الذي يطاول الأراضي الإسرائيلية، مختلف الأراضي الإسرائيلية، نتحدث ليس فقط عن منطقة غلاف غزة وإنما منطقة مركز إسرائيل والمدن الجنوبية لإسرائيل أيضا. الحدث البارز هذا اليوم إقرار إسرائيل بأنها قامت بتصفية مقاتل فلسطيني وقد يكون جندي في القسام اشتبك بشكل مسلح مع قوات الجيش. بعد 9 أيام من عملية طوفان الأقصى ما زال المقاتلون الفلسطينيون يحاولون التسلل والدخول إلى العمق الإسرائيلي ويشتبكون مع قوات الجيش التي تزعم أنها تنتشر بعشرات أو مئات الألاف وتزعم أنها تستعد وتكمل استعداداتها من أجل التوغل بشكل بري والاجتياح.